محطتنا التالية رح نتعرف فيها على التطور النفس الحركي، شو بيعني هالمفهوم وقديه بيأثر بحياة أطفالنا وبتطورهم التفكيري. الاستفسارات كلها رح نحكي عنها مع الأخصائية النفسية رندا ديب. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. يسعد صباحك رندا. يعني صباحك. التطور نفس حركي يمكن يكون المفهوم صعب هيك الواحد يفهمه، خلينا نعرف أكثر شو بيعني هذا الموضوع. هو شوي المفهوم ما له كتير متداول، ولكن في كتير ناس تشتغل عليه. هو بيعتمد الفكرة الأساسية تبعه أنه الطفل أو الإنسان بشكل عام هو مكون من نفس وجسد، ما أكيد ما فينا نفصلهم عن بعض، وباعتبار أنه حتى الوظائف الجسم اللي لحركة الدورة الدموية لنبض القلب، التنفس، الأمعاء، هي كلها فيها حركة، تعتبر حركة، فهي بالتالي عدم حركتها فهو عدم وجود الروح. فمن هذا المنطلق فهو بيتعامل مع الطفل ككل، ككيان متكامل. ما فينا ابدا انه بس نخاطب عقله، لازم كمان نخاطب روحه وحركته. بيعتمد من اول ما يبدا الطفل اجباري لحتى يتواصل مع العالم الخارجي، بيبدا بشكل عشوائي بفعل ورد فعل. هو باعتبار انه اول ما يبدا يرفع ايده، اول ما يبدا يطلع مزبوط بالاشخاص اللي عم بتمر، فحيلاقي انه هاي الحركات البسيطه العشوائيه اللي طلعت منه الغير مقصودة عطت رد فعل من الراشدين بأنه رحبوا فيها، ابتسموا له، فهذا بيصير بيشجعه لأنه يزيد من هاي الحركات. ولكن بتكون هي كلها عشوائية، معتمدة على الخطأ والتكرار لحتى يقدر يعرف شو اللي مقبول وشو اللي مو مقبول. نحن هون بيبدأ تدخلنا، لأنه نحن نوجه هاي الحركة لحتى تكون مدروسة ونقدر نخاطب القدرات العقلية والإدراك تبعه ونطور تعليمه من هذا المنطلق. هون خليني أسألك، يعني نحكي للمشاهدين أكثر المراحل في التطور الجسدي للطفل، وأيمت فعلا فينا نحن نتدخل أنه بيأثر هيدا الشيء على تطور النفس الحركي ولا لا، سلبا إن كان أو إيجابيا. هلأ باعتبار أنا ممكن أجيب له أي شيء له صوت وقت بيكون رضيع، بيبي صغير، أي شيء له صوت أو له حركة أو له ضوء، فهو أنا هذا التدخل مني. هذا التدخل هو أكيد حيكون إيجابي، لأنه أنا عطيته محفزات لأنه يعطي ردود فعل على الشيء اللي أنا عرضت له. أنا بعتبر الفترة الذهبية هو دائما بأي شيء أنا بدي أتعلمه حتى قد ما كبرت، كل ما ربطته بحركة أو إيقاع فهو رح يعطيني منتج تعليمي إيجابي أفضل ما أني أحفظه بشكل صم. ولكن أنا بعتبر العمر الفترة الذهبية هي فترة قبل دخول الروضة، لأن هي بتحدد للطفل مسار أنه يجنبه مشاكل تعليمية ومشاكل بالصعوبات التعلم. لأنه بهي الفترة أنا أكثر شيء بشتغل على الاتجاهات، على وعيه بالفراغ، على بناء كيف يقدر يوعى لنفسه، كيف يقدر الشغلات اللي اكتسبها كيف يقدر يجربها بخبرات جديدة ويقدر صح. فأنا بعتبر الفترة اللي قبل الروضة تقريبا خليني اقول لك من 3 لل يعني من 3 سنين وطلوع 5 سنين، هي فتره ذهبيه لاني اعلم فيها. وخصوصي اكثر الامهات بهمها موضوع اللغات، دائما لما انا بدي اشتغل على لغات ثانيه كثير حلو اني اربط بايقاع، سواء اللغه عربي ولا انجليزي ولا اي لغه ثانيه، كثير مهم انا اربط الكلمه بايقاع وبحركه، مو بس بريتم معين، انا بحفظه هالغنيه بايقاع معين وخلص. هو لا، انا دائما بحاول اربطها بايقاع حركي يتحرك فيه ويسمع يشغل كل حواسه. فهون انا بكون اشتغلت على النفس الحركي، انه انا شغلت كل حواسه بكيان كامل بين روحه وجسده ووعيه للموضوع ولحاله. يعني رندا نرجع لموضوع شوي الادراك الحركي عند الاطفال، اللي هو قلتي انه ببلش بشكل عشوائي. احيانا يمكن بيلاقي انه انبسطوا الاهل، الطفل اذا بدنا نمشي من الرضيع يعني انبسطوا الاهل بالطفل بصير بيزيد لهي الحركه. هون قد ايه هذا الموضوع كمان له، يعني فينا نحن نقوم طفلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع، يعني بالتربيه غير موضوع الدراسه، غير موضوع المهارات، على كل الاصعده فينا نمشي بهذا الموضوع. تمام. هلا ممكن اعطيكي مثال، عندي طفل
كان اول ما بيبدوا الصغار انه بلشوا مثلا بينكشوا، ببلشوا يخربوا، ببلشوا عم بيكتشفوا هنن، هاي مرحله كثير طبيعيه وبالعكس مفيده للطفل. هلا بعد ما بتقطع بلش انا بشوف انه بلش الموضوع صار يزيد عن حده، اذا بلش فانا هون بلش اعطي تعبير جامد، يعني لا بعاقبه ولا بعيط عليه ابدا. انا كل اللي بعمله انه انا بتجاهل الموضوع وبخليه هو يصلح الشيء اللي بلش يكون زياده عن حده. ممكن وسخ شيء مثلا بخليه هو يدبه، وانا ما بعطي اي رد فعل ابدا انه لا سلب ولا ايجاب، فهو وقت ما حيشوف انه استفاد، لانه كمان عكس رد الفعل رد فعل بالنسبه له، يعني سلبي تمام. فاذا انت حكيتي له ولا عيطت عليه فهو يعتبره رد فعل وحيكفي فيه، بالعكس حيزيده ليستفز امه. فالافضل انه ما تعطي ابدا رد فعل وتعلمه انه هو لازم يصلح هذا الشيء اللي هو زعجه بكل رواق وبكل هدوء، وانه هذا الشيء الطبيعي اللي لازم يصير. فهو لحاله رح بيقوم ورح يقدر من ردود، دائما الاطفال اسكى منا بهدول الامور، فهو حيقدر يعرف انه انا هون ما اخذت الشعبيه اللازمه، فبينتقل للخطه بي. تمام. طيب خلينا نحكي دور المدرسه هون، لما يكون الولد فايت على المدرسه جديد قديش فعلا بياثر بتطور النفس الحركي؟ للاسف اغلب الاطفال اللي بنشوفهم بيكونوا مثلا بيجي الطفل عم بيخربط بين رقم 2 و6، فورا بنعصب عليه عنده مشكله. نحن ما بنرجع خطوات لورا لنشوف انه النقطه الاساسيه هي بالنفس حركي، انه هو ما اخذ مساحته وقته كافي ليتعلم الاتجاهات. فانا ما بشتغل باليمين واليسار، انه بضل قاعده هي يمين وهي يسار بكون واقفه مقابله، فولا حيعرف يمين لا حيعرف يسار. كثير مهم انه انا وقت اشتغل بهي الفتره كون مشتغل بطريقه حركيه ومعتمده على الالعاب. فبهذا الموضوع انا اسسته ليفوت للمرحله الدراسيه الاساسيه ما عنده هي الشغلات اللي ممكن عكس اتجاه بسيط، ما حيقدر يعرف الاحرف، ما حيقدر شكل الحرف حيتغير عليه. هذا كله لما انا بشتغل بالاتجاهات بعمر مبكر وبالوعي بشكل عام، لما بعلمه انه مثلا بفتره مبكره انه انا بدي اعلمه العد، فانا مثلا بقول له 1 2 3، وقت بقول لك 3 مثلا نط، او وقت نوصل للعدد 10 مثلا سقف، بغض النظر شو هي اللغه. فلما انا بعمل هاي الشغله البسيطه ربطت له ايقاع بتسلسل معين، هذا بالمستقبل هعلمه تسلسل الاحداث، رح اعلمه كيف لما بده يصيغ موضوع تعبير معين كيف يقدر يسلسل الاحداث فيه، لما بده يجي يحكي لي خبر صار معه بالمدرسه كمان يعرف يقوله بالطريقه المناسبه. فهي شغلات كثير بسيطه وهي مثل ما حكينا بتبدا بعمر مبكر. لما بعطيه هاي المهارات سواء بالتربيه او بالتعليم فهو حيكتسبها حياته بشكل عام. طيب إذا كان عندنا خلل بالتطور النفس الحركي كيف بنقدر نكتشفه عند أطفالنا، وإمتى يعني شو هو بيكون الدليل إنه نحن في عندنا بهذا الموضوع في عندنا خلل؟ هلا في شغلات بسيطة ممكن كتير، مثل ما حكينا إنه في أطفال بتخربط بالاتجاهات، بيقلب الأحرف، ما بيقدر يميز البي مثلا عن النون، فانه النقطه دائما عنده مشكله فيها. بيحكي يمكن هي خطا شائع عند كل الاطفال تماما، يعني هو لانه بيكون في خلل بسيط هو بيتداركه بالتكرار، ما بيتداركه بالعلاج النفس الحركي. فهو انا عم بكرر له انه البي نقطه من تحت، بضل بكرر له حيحفظها. اما لما بكون انا مشتغله من قبل بالاتجاهات فوق وتحت وطريقه مسليه، بنلاقي الفرق بالمرحلة التعليم حتكون مجهدة ومملة له، لما بيكون بس تلقين ومعتمدة على التكرار فقط. بس لما بيكون من مرحلة عم بيجربها بجسمه، عم بيتحرك كله يمين يتحرك كله يسار، عم بينط، عم بيمشي خطوات كبيرة، عم بيرمي طابة، هدول كتير أساسيات بالمستقبل للمرحلة التعليمية اللي أنا بدي أقعد وأدرس فيها.
فممكن مثل ما حكينا يشوف الاثنين ستة، ممكن يشوف ما يقدر يميز بين البي والنون أو الحرف بأشكاله، ممكن ما يقدر يقول لي قصة متكاملة. هي دراسيا إذا كنا عم نحكي. ايه طيب إذا بدنا نحكي على منحى آخر اجتماعيا، ممكن يأثر هذا الموضوع، يكون في نعرف انه عنده خلل بمفهوم التطور نفس حركي، انا كان لازم يمكن اتبع اسلوب معين، نتيجة هذا الخلل صار عندي اجتماعيا شيء مع الطفل، ممكن يعني عصبية مثلا عند الطفل. هلا هي حلقة كلها علاقة تماما مترابطة. هي حلقة كلياتها مترابطة مع بعض، كل ما أثر بجانب حيصيبه إحباط يخليه يروح على الجوانب الثانية ما ينجز فيها، فدائما في ترابط بكل شيء بغض النظر إذا كان مو مشتغل على نفس حركي ولا على أي شيء ثاني ولا على تقدير الذات أو شيء، كلها مترابط مع بعضها، كلها بترتفع مع بعضها وبتنخفض مع بعضها. كتير مهم إنه أنا لما أشوف نقطة ضعف بأي مجال بغض النظر شو موضوعنا، أشتغل على النقاط الإيجابية اللي فيه لعزز له النقاط السلبية وأقدر أحسن له. بموضوعنا النفس حركي اجتماعيا، ممكن نشوف اكثر الشغلات اللي بشوفها انه ممكن الطفل يمشي ويخبط. دائما عندي اطفال اكثر من غيرها بتخبط بشيء، بتوقع اكثر، ما قدران ما عم بيقدر يوعى، حتى بيقطع مرحله مثلا بيكون كمان حركته لساتها شوي عشوائيه. ما عم بحكي عن اللي حركتهم زايده، عم بحكي اللي لسه مو قدران يمشي، عنده انتباه تمام. فبيكون دائما مو قدران، هو لسه ما عنده بشكل عام وعيه بجسمه بالنسبة للفراغ اللي هو عايش فيه. هلا هدول شغلات كتير بسيطة، وما طول ما اجمالا هلا كل الأطفال عم بتكون بجو حركي مناسب، هي منفصلة عن الرياضة. طول ما كان مثلا عم بيلعب رياضة ولا عم بيمارس رياضات معينة، أكيد هذا الموضوع بيتلافى من الناحية الاجتماعية، بس من الناحية الأكاديمية حيكون في مشكلة إنه ما حيكون بالمتعة اللازمة تعليمه، حيتعلم بس ما حيكون بهالمتعة وبهالخبرات التراكمية اللي حتضل معه طول العمر. هون بنقول لازم يكون في استشارة للطبيب، يعني لما نقول هلا ولا ما كثير حسب كل طفل وحالته. هلا في اطفال اذا كان رايح باتجاه صعوبات تعلم، فاكيد في جزء من الخطه هي بنشتغل على النفس حركي لحتى نتدارك هذا الموضوع. بس بما طول ما كان الموضوع طبيعي يمكن هذا المفهوم بيفيد اكثر الاهل بتربيه اطفالهم من البدايه، لحتى يستفيدوا منه كخبره، يعني كموضوع وكمفهوم بيقدروا يستفيدوا منه من وقت ما الطفل يمكن يخلق، صح، ما يتم تجاهل هاي التفاصيل. تمام، هو كتير فكرة بسيطة وتعاملها كتير بسيط، ما بدها شيء أكاديمي، بدها طريقة تعامل بين الأم والأب وطفلهم. كل ما وهن بما أنه هن الحلقة الأولى للطفل، فهذا بيقدروا يعطوه يخلوه يكتسبه من بدايات الزحف، من بدايات الحركة، كيف أنا ممكن وجهها. وبالمراحل التعليمية الأولى كمان هذا بوفر عليه جهد، لأنه ما بين رفقاته عم بيتعلموا مثلا الجمع والطرح، هو لسه ما عم بيقدر يميز شكل الاتجاه الحرف اذا الرقم اذا يمين ولا يسار، فانا بوفر عليه وقت بطريقه ممتعه وبخليه يحب العلم ويكتسبه لمراحل متقدمه من عمره. وهون بيفرق معه الموضوع لما تكون الحلقه الاولى الاهل بينتقل للحلقه الثانيه، ان كانت تمام. المدرسه او الرفقات او المجتمع، كمان هيدا الاهتمام قديش بيلعب دور، متابعه الاهل للطفل بالمدرسه رغم كل ضغوط الحياه، بتلاقي كثير من الاهالي ما في متابعه مستمرة، والجملة المعتادة إنه إيه خليه بيتعلم، يعني في كتير تفاصيل معه بيتعلم، إنه معه بيتعلم تركيه للولد، إنه الولد جاي هيك، إنه كيف هلا فيني أنا أعطيه مواد بسيطة وعن جد معه بيتعلم، بس بعطيه هو يجرب ويكتشف، فأنا هون بكون وجهت حركته. لما أنا بعطي قبل ما فوته على مدرسة أو على العالم الثاني اللي هو غير البيت، فأنا بكون عطيته كل هالدعائم ببيته، علمته كيف هو. هلا في كتير مثلا نحن أطفال عنا إنه تركي هو بيتعلم هيك، هو ما بيتعلم غير اذا انا قلت له تحرك، او ففي شغلات اساسيه الطفل هو بيعلم للمدرس او بيعلمها للناس اللي حواليه، انه هو هيك طريقته لاكتساب المعلومه.
فالطفل ما انا اول ما اعطيته هي الدعائم فهو بالمدرسه رح يقدر يكون قد حاله بهذا الموضوع. حتى عم نشوف كمان يعني صحيح في اهل بيقولوا انه خليه معه يتعلم، بس هلا كمان عم نشوف انه عم ينحطوا الاطفال من عمر صغير بروضات او بجادري، يعني تمام. لعمر صغير لعمر السنتين وثلاثه، وعم نشوف في مناهج نور لهي الاطفال الصغار عم يعتمدوا على هذا المبدا، يعني انه مبدا الاغاني بالتلقين المعلومه الرقص الايقاع، يعني عم يكون في يمكن هذا هي المناهج قديش يا ترى هي متناسبة يمكن مع الشيء النفسي لتربية الأطفال، يعني هي فعلا عم تتابع هي الأمور عم تكون هي ولا في كم علمية أكاديمية ولا عم تكون عشوائية؟ هلا اكيد طول ما نحط بطريقه مدروسه فهو اكيد ما له عشوائي، دائما كل من كان على عمر مبكر انا بشوف افضل، اذا نحن مجربين شايفين مجموعات اطفال فايتين فورا على مدرسه واطفال لا فايتين من عمر بكير على روضات، ففعلا هو له كثير اثر ايجابي من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه النفسيه، من ناحيه رعايه الذات، الاستقلال، تقديره لذاته، طريقة مرونته باكتساب المعلومة بتكون أفضل بكتير ما يكون متأخر ليفوت. حتى ما يكون في زخم بالمعلومات كم هائل، لا هي بتكون مبسطة. يعني نحن عم نتفاجأ مثل ما قالت ميسان مثلا ثلاث سنين بدل اللغة تنتين ثلاثة، عم يدخل الولد على المدرسة أنه ثلاث سنين منهك زي ما نقول بالروضة. ما هي الفكرة، فكرة التعليم النفس حركي هي اللي بتعتمد على الطريقة الممتعة، على الطريقة انه هو ما عرفان حاله انه هو عم بيتعلم، هو اجباري قاعد كل فترة ما هو فايق لفترة نومه لا عم بيكتسب شغلات جديدة، خليني انا اوجهها وخليني انا اكون الشخص المحفز له لحطه باتجاه صحيح ليكفي حياته. كل من كان عمر ابكر كل من كان التعليم فعلا هو له طريقة مبسطة بيعتمد على الاغاني على الايقاع على الرقص، هدول كل الحركات هدول كلها بتصب بمنحة الحركة الفعالة والموجهة بطريقة صح للأطفال. يعني نتشكر وجودك معنا اليوم رندا، بنتمنى لكل أهالي أن يكونوا استفادوا من هالمعلومات ويحاولوا أن هن يتبعوها لحتى يتلافوا الكثير من الأخطاء بتربية أطفالهم إن كانت اجتماعية أو إن كانت بموضوع الدراسة. شكرا كثير لك رندا. شكرا لكم الأخصائية النفسية رندا ديب، شكرا لوجودك معنا. شكرا.